الرحمن الرحيم يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ كيف اسمه؟ وين اسمه؟ رياض. ها؟ رياض. إيش؟ رياض. مش معانا هذا. أنت؟ محمد. محمد. الأخ يوسف دراغون. حياك الله. وهذا الزعيم أريضة. أرضا. وهذا الببوس. الببوس. الله يخليك. إلى اللقاء. لقاء في موعد آخر. روح. علق الباب. يلا. ينزلوا. بخير. يلا مع السلامة شباب. يلا شافوا بعدين يا شباب. السلام عليكم. هذا كيد باب يوسف. صاي روح يا ودي. راني في اللوطو. راني في اللوطو. راني صاي. والله اصحابنا اليوم في الجماعه في الحناية. والحناية انا قلت لكم يا جماعه، الحناية والعشاء غايه. لزمت يعني شويه حناية وشويه حناية وشويه الشويه 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 يا جماعه. هذا الانسان حط معه مليون، تعال بعد ستة شهور تحصله مليار. باين الزمن نورمال عادي. ابراكادابرا. حط مليار جبر ألف. هذا صاحبنا الببوس الكبير. وش نديل هذا؟ هذا زعيم الحناية. هذا غير درامي. هذا يطفي فيهم. هذا درامي. هاي ساي ساي. بسم الله ما شاء الله تبارك. الحين ندخل عند المحل حق صاحبنا في الحناية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. صلوا على النبي اذكر الله. سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. جميع مستلزمات البنات، جميع مستلزمات. واحدة اللي تبغى تزوج تجي هنا، كل حاجة موجود، كل حاجة كاينة، كل حاجة كاينة. اللي تبغى تجهز العروسة ساعة قليلة تقصد مع موعد الامتحان المطير الذي يترقبه. أنا فتلنيذ وهي شهادة البكالوريا التي تعود مصيري في مستوى هو معروف. والبعض الآخر أرهقت خشية الامتحان. عندك كهرباء كرسي تهضر معاه. هي قال لي هضري معاه انا 50 قد جنسيه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. محل كامل مستكمل. هذا شيخ شيوخ ما شاء الله، شيخ مشايخ الحناية وما حوله. حياك الله يا شيخ. حياك الله ما شاء الله. الله يفتح لك بالخير المحل إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. جميع المستلزمات النسائية ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. حنايتي الإمسان، حنايتي الإمسان الجزائر مش اليمن. الجزائر. وين في الحناية؟ أي مكان؟ أي شارع في الحناية؟ في الحناية شارع وهذه بنتك أختي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما فيش مشكلة تظهر على اليوتيوب؟ ما في مشكلة. هذه ميس عينتي موشن 2019. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كنت تشوف.
يلا السلام عليكم. يلا السلام عليكم.